وللمزيد حول التطورات وتداعيات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين والتظاهرات الشعبية للضغط على نتنياهو لقبول صفقة تبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد. مرحبا بك معنا. تحياتي أستاذ يونس. أستاذ معين، بالنظر إلى مشريات الأمور في اليوم 44 بعد 200، نجد أن هناك استمرار للمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، الإبادة الجماعية ما زالت متواصلة، لكن في المقابل نجد أن هناك صمودا كبيرا ومقاومة أيضا شرسة متواصلة سواء في رفح أو في المحافظة الوسطى، فكيف يمكن وصف المشهد في هذه الأيام؟ يعني حقيقة أن بنيامين نتنياهو وجيش المحتل يحاول استغلال الساعات المتبقية إنجاز التعبير للتوصل إلى هدنة ما خلال الأيام القادمة مع استمرار عمليات المشاورات ما بين الإدارة الأمريكية وقطر ومصر الوسطاء ومع حركة حماس ومع دولة الاحتلال. يحاول استغلال الضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، متوهما أنه من خلال هذا الضغط يمكن أن يحسن من شروط التفاوض مع حركة حماس المتمسكة بمطالبها والمتمثلة بزوال الاحتلال عن غزة نهائيا ووقف الحرب بشكل دائم وأيضا الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال وأيضا إعادة الإعمار. فبالتالي هي محاولات إسرائيلية في إطار الوهم الإسرائيلي الهادف إلى تحقيق مثل هذه الأهداف القائمة على، خاصة في ظل عمليات الفشل الذريع التي مني بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحيث يتساقط يوميا عدد كبير من جنود الاحتلال ما بين قتيل وجريح، في ظل ما ذكرته أخي يونس من عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة، وتحديدا من المناطق التي أعلن جيش الاحتلال سابقا أنه تمكن من القضاء على الكتائب، وهذا ما أشارت إليه صحف عالمية ووجهات نظر معتبرة في هذا المجال. أستاذ معين، إنه هناك عودة نعم أستاذ معين، لعلك لا تسمعني بوضوح سيد معين، تنصبها المقاومة الفلسطينية. فالمقاومة الفلسطينية تؤكد يوميا أنها قادرة على التعاطي مع مثل هذه الأمور ومع ما يقوم به جيش الاحتلال من عمليات إبادة. بالليلة الماضية كان هناك، وهذا يحيلنا للسؤال سيد معين تسمعني، على مدرسة تأوي نازحين سيد معين تسمعني؟ ألو تسمعني أستاذ معين؟ سامعك. نعم، هذا يحيلنا لسؤال آخر يتعلق بقدرة الاحتلال على تحقيق أهدافه، الذي بدأ واضحا أن هناك صحف عالمية اليوم وهناك وجهات نظر معتبرة داخل أيضا الكيان الصهيوني تتحدث عن أن الاحتلال لم يستطع تحقيق أهدافه في قطاع غزة، وكل يوم يكتشف بأن المقاومة تعود من جديد وتقاتل في المناطق التي كان قد أنهى القتال فيها. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار الأحداث وعلى أمد الحرب حاليا؟ يعني ما ذكرته وما نقلته عن وسائل إعلام غربية أيضا تذكره وسائل إعلام إسرائيلية، وحتى أوساط الشارع الإسرائيلي يذكر ذلك بأن نتنياهو من 18 حتى اللحظة التي يتمكن من تحقيق الأهداف التي أعلن من أجلها الحرب على قطاع غزة والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد وأكثر من 80 ألف جريح بالإضافة إلى عشرات الألاف تحت الأنقاض. فبالتالي هذا الفشل مني به بنيامين نتنياهو الذي أعلن منذ اليوم الأول أنه يريد القضاء على حماس، يريد عودة الأسرى، يريد أن لا يشكل قطاع غزة أي تهديد مستقبلي لدولة الاحتلال. لا عدا الأسرى، بالعكس هو يقتلهم حتى في عمليات البحث عنهم، وأيضا حركة حماس والمقاومة متماسكة في غزة والعمليات يوميا تتم بحق جنود الاحتلال. لكن المؤكد حتى اللحظة أن بنيامين نتنياهو ينوي أو في رأسه أن يطيل أمد هذه الحرب في إطار
استمرار الضغط على المقاومة الفلسطينية أولا، وأيضا من أجل الضغط على الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن تحديدا، وحيث الانتخابات الأمريكية على الأبواب، هو يريد أن يطيل أمد هذه الحرب حتى شهر نوفمبر القادم على أمل أن يأتي رئيس آخر. نعم. على ذكر الولايات، نعم، على ذكر الولايات المتحدة والأمم المتحدة أستاذ معين، يعني كما تابعت يعني كان هناك حديث عن إجراءات ستتخذها أمريكا باتجاه المحكمة الدولية، وهذا يعني كما يمكن أن نسميه بلطجة باتجاه المؤسسات الدولية المهمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك دول تنضم تباعا للدعوة القضائية المرفوعة بالإبادة الجماعية في المحكمة الدولية. ما أهمية الحراك الحاصل على صعيد المؤسسات الدولية اليوم وانكشاف وافتضاح أمر أمريكا التي تدعي تصدير الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية هذه المعايير والمثل والقيم، بينما هي التي تقوم باستهدافها؟ يعني حقيقة الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة، وسياساتها بخصوص إسرائيل وحماية دولة الاحتلال هي مبدأ استراتيجي عند الإدارات الأمريكية بشكل عام. وإن اختلفت هذه الإدارة مع نتنياهو لا تختلف على دولة الاحتلال التي تستمر بتزويدها بلا أسلحة. وبالأمس يعني ذكرت الأنباء أن هناك صفقة ب$3 مليارات لشراء طائرات F-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي أمريكا داعمة رئيسة، ولولا أمريكا لا كان وجود إسرائيل أيضا في مهب الريح، وأيضا لا تجد دولة واحدة تدعم هذه دولة الاحتلال. فبالتالي الحراك الدولي يزداد يوميا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهذا يعود اساسا يعني حقيقه ولنعترف للتحركات الشعبيه العارمه التي اجتاحت العالم، ولانتفاضه طلبه الجامعات في مختلف دول العالم، والتي اثرت على حكوماتهم وتحديدا في دول اوروبا، وحيث اعلنت النرويج وايرلندا الاعتراف بدوله، واسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية فهذا يعتبر إنجاز لهذه القضية، إنجاز للفلسطينيين، يعني كفى معاناة الفلسطينيين. نعم. شكرا. وأيضا انضمت العديد من دول العالم. إسبانيا أعلنت أنها ستنضم إلى جنوب أفريقيا في الدعوة المرفوعة للمحاكم الدولية، فهذا إنجاز كبير ويعني يسجل في تاريخ هذه الشعوب التي بدأت بالاستفاقة، وبهذه الدول أيضا التي يعني ما كانت تقوم به سابقا حبرا على ورق. الآن جزيلا أستاذ معين شديد، الصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.